هشام زلواش المدير الجهوي لقطاع الشباب بجهة سوس مسا. في إطار البرامج الكبرى اللي تشرف عليهم قطاع الشباب بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، ينضم البرنامج الوطني للتخييم. هذا البرنامج اللي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده، ويعتبر من أكبر البرامج الوطنية الموجهة للطفولة بعد المدرسة العمومية، كما أنه واحد المحطة للطفولة ديالنا تتستفد منها في إطار تربوي عبر العرض الوطني للتخييم. هذا العرض الوطني للتخييم اللي منظم بمرسوم واللي يتم إطلاقه خلال شهر فبراير من كل سنة، واللي تيشتمل على دفتر التحملات اللي ما يمكنش شي جمعية تشارك في العرض في البرنامج الوطني للتخييم إلا ما كانت تتوفر فيها الشروط الإدارية والقانونية والتربوية للانخراط في هذا البرنامج. وبطبيعة الحال بعد ما يتم دراسة الطلب ديال المشاركة ديال هاد الجمعية من طرف اللجنة المشتركة المكونة من الوزارة ديال الشباب والثقافة والتواصل القطاع الشباب والجامعة الوطنية للتخييم، باعتبار هذه الجامعة الوطنية هي الشريك الجمعوي ديال الوزارة واللي تضم أكثر من 700 جمعية مختصة في مجال التخييم. من بعد ما تتم المشاركة خاص الجمعية توفر واحد المجموعة ديال الشروط، منها الأطر التربوية، منها المشروع التربوي البيداغوجي، باش انها تمكن من المشاركة في البرنامج الوطني للتخييم. بطبيعة الحال عملية المشاركة خاضعة لواحد المجموعة ديال الضوابط قبل خروج الجمعية من الإقليم اللي تنتمي ليه ولا من محل التوطين ديال الجمعية إلى الفضاء التخييمي. فما يمكنش تخرج الجمعية وتنقل إلى الإقليم آخر بدون أنهم يتم توقيع وثيقة السفر والتأكد من توفر الجمعية على جميع الوثائق الضرورية، عقود ازدياد ديال الأطفال المستفيدين، إذن آباء وأولياء الأمور، الشواهد الطبية والشواهد اللي تسمح للأطر بتأطير المخيم التربوي. إذن فنحن بصدد مخيمات تربوية منظمة ولا علاقة لها بما تم تداوله مؤخرا في مجموعة دي الوسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة دي المناظر الإلكترونية. فرسالة الآباء وأولياء الأطفال أنهم يتحروا قبل ما يسجلوا الأبناء ديالهم مع أي جمعية ومع أي كان. فالمخيمات التابعة لقطاع الشباب منظمة عندها تدبير إداري وداخلة في واحد المنظومة اللي محكمة. كذلك رسالة لرجال الإعلام أنهم يتحروا الصدق قبل ما ينشروا أي معلومة قد تساهم في التشويش على الرأي العام. بالنسبة لجهة سوس مسا فتتعرفوا أن هذه الجهة من الجهات الكبرى اللي عليها إقبال كبير ديال الطفولة المغربية وديال الجمعيات الراغبة في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم، اللي دا عاملنا على أنه نوفروا الأجواء باش أنه نمكنوا الطفولة المغربية من الفضاءات التخييمية بالجهة ديال سوس مسا. ونشير إلى أنه تم فتح المركز الوطني للتخييم أجلو منذ المرحلة الأولى. هذا المركز اللي تعتبر من الجيل الجديد ديال المخيمات، وأدعوكم لزيارته. كذلك تم فتح واحد مجموعة ديال الفضاءات خاصة بتشاور مع المديرية مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، حيث تمكنا من أنه نوفر واحد المجموعة ديال الفضاءات اللي احتضنت خلال المراحل الثلاث مجموعة من أبناء
الطفولة المغربية المنتمية للأقاليم الصحراوية لجهة مراكش تنسيف، جهة سوس ميسا وجهة الدار البيضاء سطات وباقي الجهات ديال المملكة. وغادي نوفيكم بشكل منظم جميع الإحصائيات المتعلقة بالفضاءات المفتوحة وبالاستفادة والعينات والفئات ديال الطفولة المغربية اللي استفدت من البرنامج الوطني للتخييم لسنة 2023. وبغيت نأكد على أنه هذه السنة عرفات بتوجيهات ديال السيد الوزير والسيد الكاتب العام الرفع من اعتمادات التغذية، بحيث أن المنحة المخصصة للأطفال ولات 60 درهم، وكذلك من إنجاز واحد البرنامج غذائي اللي متنوع واللي من أهم المقومات ديالو أنه يتم تناوله بشكل فردي في إطار ما يسمى بهذوك الأطباق الأمريكية ديال أن كل واحد عنده البلا ديالو، واعتماد الماء المعدني في جميع الوجبات بطبيعة الحال، إضافة إلى تنويع الوجبات المختلفة ديال التغذية، سواء الفطور سواء الغداء سواء العشاء. وكذلك ما يتعلق بتأمين الأطفال والمستفيدين، فالتأمين يتم بجودة عالية. هنا بغيت نشكر المدير ديال الشؤون الإدارية والعامة على المجهود اللي بذلوا في هذا الإطار. ما يفوتنيش كذلك نشكر المديرة ديال الشباب ورئيس قسم المخيمات على كل العمل اللي تقوموا به، ونشكر المديرين الاقليميين ديال جهه سوس ميسا وكل الاطقم التربويه، كل الفاعلين من جامعه من مكتب جهوي للجامعه الوطنيه للتخييم على كل المجهودات ديالهم. كذلك ما ننساش نتكلم على مخيمات القرب، هذه المخيمات اللي تستافدوا منها الاطفال ديال الجهه واللي فيها المبدا ديال القرب، بحيث ان الاطفال تمشيو الصباح للفضاء التربوي اللي تحت هذا المخيم وتيرجعوا في العشيه وتستافدوا من التامين والتغذيه ومن التنشيط التربوي في واحد الاطار منظم. الرساله اللي بغي نوجه للاباء والامهات هو انه قبل ما يسجلوا الاطفال ديالهم والابناء ديالهم في اي مخيم، يتاكدوا من خلال لا الادارات ديال دور الشباب ولا المديريه الاقليميه ديال قطاع الشباب، يتاكدوا من ان هذه الجمعيه فعلا راها منخرطة في البرنامج الوطني للتخييم اللي منظم اولا في اطار القانون، واللي اليوم التاريخ ديالو اكثر من 100 سنة على 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 التنظيم ديالو. كذلك الرسالة اللي تنأكد عليها الوسائل الاعلام، وتنشكركم على انكم جيتوا لمنبع المعلومة باش تأكدوا من المعلومات. وإحنا كلنا في خدمة الطفولة المغربية، وتنتمناو أنه نحقق فعلا المصلحة الفضلى للطفل المغربي.